هذا رئيس الحكومة، راه كان وزير تحت الرئاسة ديالي، ما عنده باش يتنفخ علينا. كان وزير تحت الرئاسة ديال سي سعد الدين العثماني، وهذا وزير الخارجية، أنا اللي اقترحته على سيدنا. إيوا أش هادشي؟ دابا خرجونا كاملين مبارك ومسعود أسي، وديروا الربح، ديروا الربح لبلادكم. والو لحد الآن ما قنعتي وحد، بغيت غير نعرف هاد جوج المليون اللي صوتات عليكم فين هي؟ علاش ما تخرجش دابا دير المظاهرات لصالحكم؟ علاش باش ديروا المؤتمرات كتمشيو تخباو في الغابات؟ إذا كانت عندكم رجل ديروا المؤتمرات قدام الناس بحال اللي كنديروا حنايا، واجيو قدامهم، فهمتيني ولا لا؟ زعما كتظنوا هذاك الذباب الالكتروني اللي مسلطينو عليا فين ما قلت شي كلمه يبقى تابعني، هذاك زعما غادي يغير الموقع؟ هذاك الذباب الالكتروني انا كنتحداه، الا كان الراجل يقول شكون هو ويجي يتحاور معايا قدام الناس، انا مستعد نتحاور معاهم كاملين، نجمعهم كاملين، ما كاين مشكل. هادو دابا فعوض ما يحافظوا على داك الشيء اللي دار جلالك في الملك، تنقولها ونعاودها بكل تواضع، بكل احترام، بكل تقدير للمكانه ديال جلالك الملك، لانه ملي جيت انا كرئيس ديال الحكومه كان الرميد في المنطقه ديال ازيلان، ياك سي سعد فقط. قال لي يا سيدنا سعد الاله غادي نعمو الرميد، قلت له لا الله يجزيه بخير. قال لي راه غندير داك الشيء نهار الثلاثاء، كاين عام جديد غادي نكون في فرنسا. قال لي ماشي مشكل، كل صافي العام الجديد يكون بلا ما نقول هذا ما كاين حتى مشكل. وشويه في نفس الباقيه في نفس اليوم قال لي لا سي الكرام ناجلو حتى تجي نكون في فرنسا، لان كنتغلب عليه شي حاجه ديال الماء كتكون كل سنه. فالرميد جلالة الملك هو اللي اتخذ القرار فيه، وغنقول لكم واحد القضيه، جلالة الملك هو اللي كان كيتبعوا مع وزير الصحه، حتى ولاو الناس كيستافدوا من الرميد، لان سيدنا عنده بعض القضايا كيتبعها بيده شخصيا، ولكن هو ما كيتبعش كل شيء بطبيعه الحال، كيتبع وكيفوض وكيراقب كل شيء. والطبيعي حيت الناس ناضوا كيتكلموا على الصلاحيات الدستوريه، الدستور كيعطي جلالة الملك كافه الصلاحيات في الدوله، ما كاين حتى حاجه كيعطيها حصريه لرئيس الحكومه، رئيس الحكومه هو عضو في الحكومه اللي كيترأس المجلس الوزاري فيها جلالة الملك. دابا هاد الناس شكون يخرفوا ولا شكون؟